الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب القبلة. حدثنا عباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أنه قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت أتى مقام إبراهيم، فقال عمر: يا رسول الله، هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال الوليد: فقلت لمالك: هكذا قرأ واتخذوا؟ قال: نعم. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال عمر: قلت يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال عن أبي إسحاق عن البراء قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 18 شهرا، وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله المدينة بشهرين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقلب وجهه في السماء، وعلم الله من قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يهوى الكعبة، فصعد جبريل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره وهو يصعد بين السماء والأرض ينظر ما يأتيه به، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء. الآية. فأتانا آت فقال: إن القبلة قد صرفت إلى الكعبة، وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس ونحن ركوع، فتحولنا فبنينا على ما مضى من صلاتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. في هذا أنه يجوز للإنسان أن يخاطب المصلي لمصلحة صلاته ولو كان مصلي، كذلك أيضا أن يتحرك المصلي لمصلحة الصلاة، إما لاستدارة قبلة، أو مثلا للاستتار بشيء، أو مثلا أن يصلي على موضع هو أخشع له، أو أن يتحرك من لأن يستظل بدلا من أن يسجد على موضع شمس يجد حرا عند سجوده، فليسجد على موضع ظل. فهذا مما لا بأس به، وهو من الحركة الجائزة. استقبال القبلة هذا على ما تقدم مما لا خلاف فيه، وللإنسان أن يصلي في بعض المواضع إلى جهة يريدها، ويجوز له أن يصلي إلى غيرها، وذلك مثلا في الصلاة في جوف الكعبة يصلي إلى أي جهة شاء. كذلك أيضا إذا صلى في الجهة الأخرى من الأرض بحيث تستوي في ذلك الجهات، فهل للإنسان في ذلك التخير أنه يصلي ما شاء على أي جهة؟ نقول: لا، ليس له إلا إذا كان منفردا، بخلاف الجماعات. إذا كان الجماعات يوضع مسجد في مثل هذا على قبلة واحدة. لماذا؟ حتى لا تكون القبلة ألعوبة، يتخذ المسجد عدة محاريب إلى عدة جهات، يقال يوضع على جهة معينة ثم يصلى إليه. وأما إذا كان منفردا قد يترخص الإنسان. وأما المتنفل في سفره إذا كان مسافرا ويصلي على راحلته، إذا كان يصلي على راحلته فالسنة أن يستقبل القبلة ثم يصلي أينما اتجهت به راحلته، واستقباله سنة ابتداء. هذا إذا كان على الراحلة. ولكن إذا كان على الأرض وأراد أن يتنفل وجب عليه قولا واحدا، وجب عليه أن يستقبل القبلة قولا واحدا، وإنما يرخص في مسألة الاستقبال إذا كان على الراحلة وفي النافلة، وأن يكون مسافرا. أما الصلاة على الراحلة في حال الإقامة فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء، جاء في خبر من حديث أنس بن مالك، ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم صلوا على الراحلة في الحضر في النافلة. صلى الله عليه. حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا هاشم بن القاسم حاون، وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. باب من دخل المسجد فلا باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا ابن أبي فديك عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. حدثنا العباس بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. باب من أكل الثوم باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب قام يوم الجمعة خطيبا أو خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا الثوم هذا البصل ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيؤخذ بيده حتى يخرج إلى البقيع فما كان آكلها لا بد فليمتها طبخا. حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل في أبواب الثوم والبصل ما اشترك معها في العلة من سواء كان مطعوم مشروب أو مأكول سواء كان من الدخان أو غيرها من بعض المخلوطات الحديثة التي يظهر فيها رائحة تساوي أو تكون أشد من البصل والثوم فينهى حينئذ عنها لاشتراكها في العلة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الثوم فلا يؤذينا بها في مسجدنا هذا. قال إبراهيم وكان أبي يزيد فيه الكراث والبصل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يزيد على حديث أبي هريرة في الثوم. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يأتين المسجد. باب المصلي يسلم عليه كيف يرد. حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء يصلي فيه فجاءت رجال من الأنصار يسلمون عليه فسألت صهيبا وكان معه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم قال كان يشير بيده. حدثنا محمد بن رمح المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إليه فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي لحوس عن عبد الله قال كنا نسلم في الصلاة فقيل لنا إن في الصلاة لشغلا. باب من صلى لغير القبلة وهو لا يعلم. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أشعث بن سعيد أبو الربيع السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة فصلينا وأعلمنا فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فأينما تولوا فثم وجه الله. باب المصلي يتنخم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن عبد ربيع بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينك ولكن ابزق عن يسارك وتحت قدمك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية قال عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس وقال ما بال أحدكم يقوم مستقبله ربه فيتنخع أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه إذا بزق أحدكم فليبزق عن شماله أو ليقل هكذا في ثوبه ثم راني إسماعيل يبزق في ثوبه ثم يدلكه. حدثنا هناد بن السري وعبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى شبث بن ربعي بزق بين يديه فقال يا شبث لا تبزق بين يديك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك وقال إن الرجل إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه حتى ينقلب أو يحدث حدث سوء.
حدثنا زيد بن خزامة وعبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مزق في ثوبه وهو في الصلاة ثم دلكه. باب مسح الحصى في الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى. ما أعظم أثر أبو بكر بن أبي شيبة, أثر أبو بكر بن أبي شيبة على ابن ماجه, فأكثر المرويات عنه في كتابه السنن, ولا يكاد الإنسان ينظر في حديث أو حديثين إلا ويجد الذي يليه عن أبي بكر بن أبي شيبة, وهو من أئمة الدنيا وموسوعاتها في الرواية, سواء كان ذلك في المرفوع أو كان ذلك في الموقوف أو كان ذلك أيضا في المقطوع. نعم. وينبغي لطالب العلم أن يديم النظر في مصنف بن أبي شيبة, وهذا الكتاب مع زهد كثير من المنتسبين للعلم فضلا عن الطلاب عن هذا الكتاب أثر على قصورهم في معرفتهم بمراتب الخلاف ومواضع إجماع الأئمة في الصدر الأول سواء كان من التابعين أو من سبقهم من الصحابة, وكذلك أيضا معرفة أولئك السالفين في التعامل مع الأدلة في معرفة النسخ والتقييد, تقييد ما أطلق وتخصيص العمومات وغير ذلك, ويلتفتون إلى جملة من القواعد الفقهية يقيدون بها الأدلة. والأثر عن الصحابة والسلف في هذا ظاهر وهو كاف لطالب العلم, وهو أوسع كتاب بين أيدينا جمع آثار الأحكام, وهو أدق وأقوى كتاب صنف في هذا الباب, وهو أصح وأقوى من مصنف عبد الرزاق, وأعلى ممن جاء بعده من مصنفات ابن المنذر وابن عبد البر والبيهقي وغيرها لعلو إسناده وتقدم طبقته. صلى الله عليه. حدثنا محمد بن الصباح وعبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني معيقيب قال حدثني معيقيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح الحصى في الصلاة إن كنت فاعلا فمرة واحدة. حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص الليثي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. باب الصلاة على الخمرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير. حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني زبعة بن صالح عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار قال صلى ابن عباس وهو بالبصرة على بساطه ثم حدث اصحابه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بساطه. وحكى بن حزم الاندلسي اجماع الصحابه عليهم رضوان الله تعالى على الصلاه على حائل في الارض سواء كان حصير او كان شيئا من جنس الارض او من غير جنسها, ان الصلاه والسجود صحيح. صلى الله عليه. باب السجود على الثياب في الحر والبرد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال عن إسماعيل بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يديه على ثوبه إذا سجد. حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال أخبرني إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عن أبي عن جده عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهل وعليه كساء متلفف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال حدثني بشر بن المفضل عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يقدر أحد منا أن يمكن جبهته بسط ثوبه فسجد عليه. باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن سالم بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن
إسماعيل بن أمية وعبيد الله عن نافع أنه كان يقول قال ابن عمر رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح. باب صلاة النعال. وهذا من أداب الإسلام فيما يتعلق بجانب المرأة، فجعل التصفيق لها من جهة تذكير الإمام والفتح عليه، ولم يجعلها تتكلم بين أيدي الرجال، فكيف أن تنصب على المنابر في وسائل الإعلام تتحدث وهي في موضع صلاة؟ جعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ليس لها وإنما هو للرجال من جهة الكلام، وذلك أنها في مشهد جماعات وحديثها في ذلك ولو كان بكلمة يسيرة أن هذا خلاف الأولى، ولو كان المترجح أن صوت المرأة ليس بعورة إلا أنه ربما يجر إلى ما بعد ذلك. وهذا إذا كان في الصلاة والرجال منشغلون في عبادة والنساء كذلك، جعل الله سبحانه وتعالى الأمر على ذلك بأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، وذلك إشارة إلى المرأة أنها لا تتساهل بإبراز نفسها أمام الرجال والأحاديث بفضول القول قدر وسعها وإمكانها، فإن المرأة إذا تساهلت في مثل هذا الأمر التساهل يجر بعضه بعضا حتى يقع الإنسان في شيء من الخضوع أو ربما من فضول القول. باب الصلاة في النعال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أبي أوس قال كان جدي أوس أحيانا يصلي فيشير إلي وهو في الصلاة فأعطيهن عليه ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه. حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا أو منتعلا. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله قال قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا علينا والخفين. باب كف الشعر والثوب في الصلاة. حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا أحمد بن زيد وأبو عوانة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت ألا أكف شعرا ولا ثوبا. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال أمرنا أن لا نكف شعرا ولا ثوبا ولا نتوضى من موطئ. حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة حاون وحدثنا محمد بن مشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وقال أخبرني مخول قال سمعت أبا سعد رجلا من أهل المدينة يقول رأيت أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص شعره فاطلقه ونهى عنه وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل وهو عاقص شعره. باب الخشوع في الصلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة